المستشار يعترف بأخطاء حكومته في إدارة أزمة كورونا. السفير الفلسطيني في فيينا يشكك في حياد النمسا. اعتقال 4 سوريين بعد ضبط 330 كيلوغرام من الكبتاجون. مقتل 14 شخصا في هجوم إرهابي على جامعة في براغ. والمفوضية الأوروبية تهدد النمسا بسبب جودة مياه الشرب. وأخيرا محكمة ترفض إعادة 713 مليون يورو للإمارات من شركة مفلسة. مشاهدين الكرام، من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. أعلن المستشار النمساوي كارني هاما عن استراتيجية جديدة لمواجهة الأوبئة مع التأكيد على شفافية تامة خلال الأزمات. وأقر نهاما بوقوع أخطاء في التعامل مع جائحة كورونا بسبب الضغط والسرعة، مؤكدا بأن قرار التطعيم الإجباري كان خاطئا وتم إيقافه، وشدد على ضرورة مراجعة استراتيجيات الأزمات. وأشار نهاما إلى أهمية منح الأبحاث إمكانية الوصول السريع إلى البيانات الصحيحة، لأنها تساهم في تخطيط ورقابة هياكل قطاع الصحة. اعتبر سفير فلسطين في فيينا صلاح عبد الشافي أن النمسا تنتهك حيادها بعد معارضتها لوقف النزاع في غزة. وقال السفير لسوء الحظ فإن النمسا تنتمي إلى أقلية الحكومات في هذا العالم التي لا تزال تعارض وقف إطلاق النار حتى الآن، وتنتمي إلى الجانب الإسرائيلي بدون أي شروط. ورأى أنها تنتهك بهذه الصورة حيادها المنصوص عليه في دستور البلاد، وأشار إلى أن هذا الوضع يعد تخليا كاملا عن الموقف النمساوي التقليدي. كشفت السلطات الألمانية في إيسن أكتوبر الماضي مجمعا قرب أخ يحوي 300 كيلوغرام من الكبتاجون، وقامت باعتقال 4 سوريين يشتبه بتورطهم، بينهم شخص مقيم في فيينا. وقدرت الكمية المصادرة على مدى عدة أشهر في عدة مناطق بإجمالي 3.2 مليون قرص بقيمة 60 مليون يورو، حيث قام المهربون بإخفاء الأقراص بين 16 طن من الرمال بطريقة محكمة، الشيء الذي أذهل المحققون. وتنتج أقراص الكبتاجون بشكل رئيسي في مصانع تابعة للنظام السوري واللبناني، وتهرب بشكل رئيسي إلى العالم العربي. أدى هجوم إرهابي من طالب تشيكي إلى مصرع 14 شخصا وإصابة 24 آخرين، بينهم 9 حالات حرجة في هجوم بجامعة تشارلز. ونفت وزارة الخارجية النمساوية وجود مواطنين في الهجوم، وأعلنت وزارة الداخلية التشيكية مصرع الجاني ديفيد كوزاك وهو طالب في الجامعة. قتل والده قبل الهجوم، حيث كان يخطط للقتل والانتحار حسب منشور له على الفيسبوك، فيما لم تسمي وزارة الداخلية التشيكية الهجوم بالإرهابي، وقام الرئيس النمساوي بتقديم تعازيه لذوي الضحايا. حذرت لجنة في المفوضية الأوروبية النمسا من عدم تنفيذ توجيهات خاصة بجودة مياه الشرب، مما قد يعرضها لإجراءات انتهاك تعاقدي. وكان قد وصل تحذيرات مماثلة لـ20 دولة في مارس، وهذه التحذيرات تعد الثانية كخطوة تنبيهية، وتهدف التوجيهات لتحسين جودة مياه الشرب ومنع التلوث وتقليل فقدان المياه. وتعتبر بلجيكا والتشيك والدنمارك وبولندا والسويد من بين الدول غير الملتزمة، وبعد شهرين يمكن أن تحيل اللجنة الدول غير الملتزمة إلى المحكمة الأوروبية مع إمكانية فرض غرامات مالية.
أعلن الحارس القضائي في شركة سيجنا للتطوير العقاري النمساوية المنهارة عن رفضه استرداد 713 مليون يورو لصندوق الثروة السيادي في أبوظبي. وذكرت سيجنا القابضة أنه تم رفض المطالبة ولا يمكن الاستئناف عليها مرة أخرى، وأكدت أن صندوق أبوظبي للثروة مبادلة طالب بدفع مبلغ 713 مليون يورو بموجب أمر قضائي. وكانت الشركة التي تعد أكبر شركة عقارات في النمسا أعلنت الشهر الماضي عن بدء إجراءات الإفلاس لأنها لم تتمكن من الحصول على السيولة الكافية لإعادة هيكلتها خارج المحكمة. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم. لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا ممدوح مكين، شكرا لحسن المتابعة، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.